سي حسين عن طريق وليد القرن أضوي إلى من وليد القرن باتجاه عزمي غوما الكونترول من على عزمي غوما الكونترول محاول الدخول من 18 متر ثم يخلي الكرة لكن تستعيدوا لك أنها مقطوعة من الدفاع ثم محاضرة ربس التصويب البعيد مباشرة إلى حارس الورقة هدف بهدف بين الفريقين. شكرا لكم.